مش جديد إننا نسمع عن زوج ضرب مراته وطردها من البيت هي وعيالها. مش جديد إن الزوج ما يصرفش عليهم بعد ما طردهم ورماهم في الشارع. بس لما شيماء استنجدت بينا في مشكلتها وطلبت مساعدتنا، كان أصعب حاجة في قصتها هو التوقيت. التوقيت الصعب اللي بعتت فيه تفاصيل الحكاية. تعالوا نشوف الأول هي بعتت لنا تقول لنا إيه، ونرجع نكمل كلام. اسمي شيماء احمد عبد العزيز ابو علي، 37 سنه. جوزي طردنا من مسكن الزوجيه بعد ما قام بالاعتداء عليا والضرب عليا، عشان اكتشفت علاقه غير مشروعه مع سيده اخرى. طردني في نص الليل انا واولادي في اعز الشتاء الساعه 12 بالليل، لحد ما واحد جارنا والله العظيم قوم عربيه نص نقل وطلب من السواق ان يوصلنا هنا. وعشان كده انا طلبت من قصه بنبقى قصه حقيقيه ان يجوا يتواصلوا معايا ويشوفوا حكايتي عشان يساعدوني انا واولادي.